بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب الصف الخامس، اليوم إن شاء الله عندنا درس جديد ألا وهو المحافظة على صلاة الجماعة. طيب اليوم عندنا طريقة جديدة بالشرح، إن شاء الله إنها تعجبكم. طيب الآن يا مس، درسنا اليوم هو عبارة عن حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا الحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن أجر والثواب صلاة الجماعة، كيف إحنا نؤدي صلاة الجماعة. طيب يا مس، الآن خلينا نتعرف على معاني الكلمات. شو يعني صلاة الجماعة؟ أكيد بتعرفوا أنه يؤدي المسلم الصلاة مع غيره، يعني مثلا أنا أصلي، مثلا أنا مع شخص آخر، أنا مثلا أختي، أنا وزوجي، أنت وأبوك، أنت وأخوك، أنت تأم بأمك، صح؟ سواء كان شخص واحد أو أكثر، يعني تؤدي الصلاة مع حدا أو أكثر. طيب معنى تفضل؟ تزيد في الأجر والثواب. شو معنى تفضل؟ تزيد في الأجر والثواب. شو معنى صلاة الفذ؟ أي صلاة المسلم وحده. فذ معناها فرد لحاله، تفضل تزيد بالأجر والثواب. طيب الآن أتعرف من هو راوي الحديث. راوي الحديث هو ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب. بتعرفوا عمر بن الخطاب ابنه اسمه عبد الله، وهو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم صغيرا وكان كثير الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نرجع نعيد، إذن هو عبد الله بن عمر صحابي جليل من علماء الصحابة الكبار، أسلم صغيرا وكان من أكثر الناس اقتداء بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب زي ما حكينا يا مس إنه صلاة الجماعة، حط لك عليها الخط، صلاة الجماعة بالإمام مع شخص فأكثر، يعني هي تصح صلاة الجماعة مع الإمام ومع شخص آخر، هيك تؤدى. طيب ليش صلاة الجماعة بتفضل عن صلاة الإنسان لوحده؟ لأنها لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد فضلها الله سبحانه وتعالى على صلاة المسلم منفردا ب27 درجة. تمام يا مس؟ طيب عندك سؤال، هاي تصح صلاة الجماعة بالإمام مع شخص فأكثر، هاي معلومة لإلك. الآن علل، لماذا يحرص المسلمون على صلاة الجماعة؟ ليش منشوف الناس كلياتها بتروح تصلي بالمسجد، أو مش كلياتها بعض الناس؟ لأن لها أجر عظيم، وقد فضلها الله تعالى عن صلاة المسلم منفردا ب27 درجة. يعني كأنك أنت لما تصلي صلاة الظهر كأنك أخذت 27 درجة عن اللي بصلي بالبيت. تمام يا مس؟ الآن في عندك نشاط، هذا النشاط حكي لك إنه بلال بيصلي بالبيت وعمر بيصلي بالمسجد. نشوف الفرق بين الأجر اللي بياخده بلال أسفة والأجر اللي بياخده عمر. طيب نيجي نحسبهم، بلال رح ياخد على 5 درجات لأنه بيصلي 5 فروض باليوم، أما عمر شوف 27 27 27، آخر إشي بيطلع عنده 135 درجة. طيب ماذا استفاد؟ شو بدي استفاد؟ إنه صلاة، ماذا أستفيد من هذه النتيجة؟ إنه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. طيب خلينا نتعرف على كمان فضائل صلاة الجماعة، بالإضافة إنه إلك 27 درجة، كمان في إنه فضل، يرفع الله تعالى المصلي بكل خطوة يخطوها إلى المسجد درجة ويحط عنه خطيئة. يعني أنت قاعد ماشي على المسجد، كل خطوة بتمشيها الله سبحانه وتعالى بيمحي عنك خطأ وبيحط لك أجر. 2، الملائكة تدعو لمن حضر الصلاة بالرحمة والغفران. تخيل الملائكة عم تدعي لك أن رب العالمين يرحمك أو يغفر لك. طيب هلأ صلاة الجماعة بس يا مس ممكن أني أنا أصليها بس بالمسجد؟ لا يا مس، مجرد أني أنا كنت بالمدرسة وصليت أنا وصحابي جماعة هون أخذت 27 درجة وأخذت الأجر اللي حكينا عنه، يرفع عنك خطيئة وكذلك تدعو لك الملائكة. طيب كمان يمس ممكن اني انا اصلي بالبيت، ممكن يمس انه اصلي بمكان عملي، فاي مكان انا ممكن اني انا أدي فيه الصلاة. طيب الآن في عندنا مجموعة من الآداب لازم أراعيها وأنا أصلي صلاة الجماعة. ركز معي يا جماعة، هلأ الآن إحنا صلاة الجماعة بس نأديها بالمسجد، نجد إنه أول إشي بصفوا الرجال، بعدين بالخلف لازم يصلوا الأولاد أو الصبيان، أو يصفوا على أطراف إيش الصفوف، ما بصير يصف أول الصف لحاله ياخد صف الأولاد، لأنه بتعرف الأولاد بضل يتحركوا، ولا الناس رح تلتهي أو يخربط الناس بالصلاة، فلذلك الأولاد
يصفوا الصغار على أطراف الصفوف أو يصفوا في الورق، أما الرجال يصفوا بأول شيء والنساء يصفوا خلفهم. الآن صار إحنا عندنا لأنه الحمد لله الحياة تقدمت وصارت غير عن أول، الآن النساء لهم مصلى لحالهم مفصول، أما لو إحنا نصلي جماعة مثلا في البيت أول إشي بصف الإمام، بصف بعدين الرجال اللي هو مثلا إخواننا الكبار، إحنا الصغار بنصف على أطراف الصفوف والنساء بتصف ورا. تمام يا مس؟ طيب إحنا في عنا مجموعة من الآداب نلتزم فيها اللي هو الهدوء والأدب، عدم إيذاء المصلين لما نكون بالمسجد، كمان متابعة الإمام وعدم سبقه بأي إشي بالصلاة. يعني الإمام ما بصير أسبقه بالركوع والسجود وخلص بسرعة، لا أنا بدي أكون تابع له. كمان يا مس تسوية الصفوف، شو يعني تسوية الصفوف؟ نكون خط مستقيم ما نفرق بيناتنا البعض. تمام، عرفنا يا مس شو هي أداب صلاة الجماعة. بس يا مس هنا هدول فضل صلاة الجماعة في المسجد، أنا لما حكيت هنا رح ناخد إنه كل خطيئة بس فقط في المسجد، يعني ما بتنطبق إنه الفضل إنه رح يكون إلك بكل خطوة تذهب بها إلا إذا كنت رايح على المسجد. تمام يا مس؟ بس عشان أصحح لك المعلومة. طيب الآن حل الأسئلة أبين فضل صلاة الجماعة. تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة. طيب اكمل الفراغ، راوي الحديث الشريف من هو؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ما معنى تفضل؟ تزيد في الأجر والثواب. طيب معنى صلاة المسلم منفردا شو هي؟ صلاة الفذ. طيب في عنا اكتب كلمة صحيح أمام العبارة صحيح وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة، اللي هو يجب أن يكون عدد المصلين كبير حتى تصح صلاة الجماعة، أكيد مش شرط، ممكن أصلي أنا وأخوي. طيب تجوز صلاة الجماعة في المدرسة؟ أكيد صح. السؤال الرابع تحت أذكر أدبين من أداب تسوية من أداب صلاة الجماعة لتسوية الصفوف متابعة الإمام. هيك بنكون كملنا درسنا لليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.